معي من المدينة المنورة رؤى الشريف، اختصاصية نفسية واجتماعية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيدة رؤى. إلى أي درجة هناك إمكانية لضبط الهواتف مع الأطفال؟ مساء الخير حبيبتي. أهلا وسهلا. ألو، أهلا سيدة رؤى، نحن على الهواء مباشرة. مساء الخير. ايوه تفضلي عزيزتي. أهلا. طيب، ضبط في ضوابط جديدة، دائما ما يحكى عن ضرورة وضع ضوابط على استخدام الأطفال للهواتف، وطبعا السبب الرئيس مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن إمكانية الضبط إلى أي درجة هي موجودة؟ أنا في البداية بس حابة أشكر كمان استضافتك للبرنامج الجميل، أهلا وسهلا. وطبعا وبالنسبة للموضوع اللي بتتكلمي عنه، صحيح في البداية أي حاجة فيها اختراع فيها إيجابيات وفيها سلبيات. أنا ما حكون ضد الموضوع ده بأنه الأيباد بس له سلبيات. معك سيدة رؤى. ففي جوانب كثيرة، في جوانب سلوكية وفي جوانب بتكون كمان عقلية وفي جوانب طبية. يعني كثرة جلوس الطفل أمام الأيباد وأمام الجهاز الإلكترونيات بتسبب أوقات عزلة اجتماعية، وأوقات بتسبب اكتئاب وسلوكيات سيئة، وأوقات بتسبب إدمان، وأوقات بتسبب تأخر في التطور الاجتماعي والعاطفي كمان للطفل نفسه، وأوقات بتسبب سمنة واضطرابات في قلة النوم. وكمان في كمان بحكم اني انا شغاله طبعا في قطاع صحي، فبيكون في اطفال اوقات وحالات بتجينا نفس الحالات اللي بنتابعها، ونفس الاطفال بيكون اساسا الباك جراوند حقهم الطبي ما في مرض مثلا، لا صرع، او ما في عندهم مثلا تشخيص طبي سابق انه في عنده صرع او ارتعاش او اي شيء قديم. ما عندك ولاد سيدة رؤى؟ الو، ايه سيدة رؤى، عم بسمعك. ايوه، بكون لما بدخل للوالده او بدخل للريلاتيف نفسهم، فبسال عن الطفل، بيكون مثلا الباك جراوند ده عنده من زمان، فبكتشف انه الوالده بتقول لي لا، مثلا مرض الصرع او مثلا مرض الرعاش شيء جديد، فبسالها طيب مثلا من الناحيه الاجتماعيه مين بيوجد مع الطفل طول الوقت؟ بتكون خادمه، مين بيكون معاه؟ فبتقول لي طبعا انا بحكم اني انا موظفه، فالطفل بيكون طول الوقت مع الخادم في الايباد. هو حتى لو مش المربي معه، عم بيكون بكثير من الاوقات السبب والمشكل اللي مفكرين الاهل بيلهوا فيه الطفل، او يعني يرتاحوا منه. ما بعرف كلمه يمكن سلبيه شوي، بس هيدي اللي طلعت هلا، بيلتهي بالايباد خلص. دي من ناحيه سلوكيه، لكن انا بتكلم مع الام من ناحيه واحده، انه طفلك الان صار مريض صرع او مثلا صار مريض رعاش بسبب ايش؟ انه في وميض في الايباد بيسبب له هذه الامراض، وفي امراض عقليه بتسبب كمان نفس الاهتزازات بتسبب له هذه الامراض العقليه. فبتكلم من ناحيه انه انت بتتركيه، من ناحيه انه بتقولي ابغى ارتاح، او بترجعي من الدوام انت بتقولي ابغى ارتاح من طفلي، فانت هنا بتسببي يعني مشاكل طبيه لطفلك وسلوكيه، وانت كمان بنفس الوقت انت اللي حتتعبي. يعني انت مع الضوابط اللي لازم تنعمل على مواقع التواصل الاجتماعي غير موضوع الاهل؟ يعني بريطانيا اليوم عم نحكي عن ضوابط يتم العمل عليها. هذا هو، ففي اطفال من مرحله مثلا 4 لـ7 سنوات بتكون هذه مرحله ايش؟ مرحله نشاه. يعني الام هي اللي متحكمه فيها، هي اللي مثلا في البدايه تشغل الطفل بايش؟ بانشطه عائليه. يعني مثلا تخلي الطفل ينشغل معاها، مثلا اذا كانت بنوته بتنشغل مع امها في صنع عجينه، في صنع الاكل. الطفل مثلا اذا كان صغير يعني لسه كمان تحت الـ4 سنوات 3 سنوات ما بتجلسه على الايباد، لا، تحطه مثلا في حوض سباحه، تحاول تعلمه مثلا بالعاب مائيه بسيطه. عرفتي؟ انا اللي اقصده انه من مرحله 4 لـ7 سنوات هذه مرحله تنشئه، فهذه هنا دور الام، دور المربيه، دور مين جالس مع الطفل عشان نحمي الطفل من الامراض السلوكيه والعقليه وكمان من الامراض الطبيه، وهذا اكبر شيء، صحيح. اكبر حاجه يعني بيتعبنا احنا في المجال الطبي. وبالنسبه للاطفال من مراحل 7 ل 12 سنه، هنا في دور كبير للام ودور كبير للمربي وللاب كمان. يعني ممكن يبداوا يدخلوا الطفل في نوادي، في اماكن مثلا فيها خيول، في مثلا اماكن سباحه. ما هو المشكله قد ما عملوا له النشاطات، في وقت للايباد لازم يكون للاسف بهيدا لهيدا الجيل. ايه، والاهل يعني بفتكر هلا كل الاهل بيعرفوا ضرر
الوقت اللي بيقضيه طفل على مواقع التواصل على الايباد، وبيعرف يلي لازم يكون، بس الامكانيه انه هو سيطر على اولاده بهالموضوع تحديدا، وخاصه هالجيل صار صعب. يعني على الاقل خلينا نعرف منك كاخر سؤال، شو الوقت المنطقي يعني نفسيا واجتماعيا للخروج باقل الاضرار سيده الياس؟ شو الوقت سيده رؤى المنطقي انه يقضيه الطفل على الايباد؟ يعني انا احس بالكثير في اليوم بيتراوح ما بين ساعه مثلا بعد الظهر بعد ما يجي الطفل من المدرسه، او في الساعه او ساعه يعني قبل النوم يعني. وكمان بيكون البرنامج محدد بصراحه، يعني حابه انه يكون البرنامج يا ينمي ذكاء الطفل من ناحيه الالعاب المفيده، يا اما من ناحيه انه يعود الطفل على عادات سليمه تناسب تقاليدنا وعاداتنا يعني في المجتمع. انا هذا اللي انا اشوفه من الناحيه السلوكيه، وساعتين في اليوم بتكفي، وباقي اليوم هذا يعني دور الام والابو فيه بصراحه يلهو فيه. مو مثل ما الامهات دحين في ذا المجتمع، الام بتروح الدوام او بتروح مكان عملها او بتروح فين ما كان، بتسيب الطفل قاعد لحاله بالساعات 6 7 8 ساعات. طب كده يعني انت كده بتنمي فيه الطفل اشياء الام ما تعرف ابعادها. بس هي ما فيها ما تشتغل بحالات عديدة يعني. وفي امهات اصلا هي اساسا يعني فعلا فعلا انا خجلان من الكلمه، بس بحكم من جد وظيفتي اني انا في مجال طبي في مستشفى يعني مرموقه وكبيره الدار في المدينه المنوره، بتجينا حالات من صغير ومن كبير، فبيجوني امهات بيشوروا انه مثلا طفلي انا اوقات بلاقيه بيسوي عنف بيسوي. طب بقول لها انت بس مع يعني مع احترامي انت بتقعدي مع طفلك؟ بتقول لي لا بيجلس على الايباد. طيب بسالها بس، طب بقول لها اوقات عملك؟ تقول لي لا انا ماني موظف. طب انت مانك موظفه مصيبه طفلك هذا الوقت ليه؟ عشان بتقول انا بلاقي وقت لنفسي. يعني هنا كمان يعني يدخل كمان ترى كثير من جوانب المشاكل الاجتماعيه صحيح للام والاب وللام نفسها. يعني في جيل جديد من الاطفال، وفي للاسف ستات هالجيل كمان وستات هالايام غير تماما عن ال حقيقي غير، لا يوجد اي مسؤوليه حقيقي. صحيح هنا طفل بينظلم، فانا بصراحه انصح بساعتين، وكمان بنفس الوقت ما يكون في حرمان للطفل بحيث انه ما يفضل يتلاعب. وحتى يكون في مراقبه على هالساعتين، شو عم يحضر، شو عم بيعمل بهالساعتين، شو عم بيشوف طفل. شكرا المدينه المنوره رؤى الشريف، اختصاصيه نفسيه واجتماعيه.